طبقا للمعلومات طبقا للتوقعات. لا يعني ما يعني انا يعني مش هيغير، بس يعني زي ما قال عمر، يعني مثلا ياسر ابراهيم خلاص بنسبه كبيره مش هيشارك، هو مش هو اللي هيشارك، هيبقى محمود متولي هيشارك مكان فنيا ياسر ولا ابراهيم. بسبب الإصابة؟ لا فنيا، فنيا عشان برضه لسه مش جاهز 100%، أو لسه بيتعاملوا مع لكن طبيا هو لا يعني. هو بيفضل ان هو يلعب يرجع محمود وباقي التشكيل متولي اللي هو تاني، باقي تشكيل مباراة باقي الرجاء التشكيل لو الطبيعي احنا جدا، بنتكلم. محمد الشناوي، محمد هاني، متولي، ومنعم، وياسر، علي وعلي معلول معلول، وديانج، وحمدي فتحي، وكهربا، وعبد الله وحسين الشحات، كرستاو كريستا ومروان عطيه كمان في ومروان الوسط. عطيه. عظيم جدا. ايه رايك في التشكيل ده؟ حلو. ده المتوقع. انت عايز ايه بقى؟ انا عايز ايه؟ لا ما انا ما عنديش مفاجآت، مش انا اللي هقول يعني. لا هو في اصل هي هنا دايما السؤال بتاع التشكيل ده اللي هو ايه؟ احنا بنتصور هو هيلعب التشكيل عامل ازاي، بس هو الاهم من هو هيلعب ازاي، هو حر يلعب زي ما هو طبعا عايز. انت بقى شايف وهو صح برضه. هو في كل حاله هو يبقى صح. انت بقى شايف الاحسن يبقى ايه؟ بص انا شايف ان لو ياسر جاهز، لو ياسر ابراهيم جاهز، اعتقد ان ياسر هو الانسب، بس ما اعتقدش ان هو يبقى جاهز. الاصابه كان في سبرين انكل قوي يعني، هو كان خارج متشال يعني. لكن ليه انسب ياسر في حته قلب الدفاع؟ لان ياسر لاعب مطارد، محمود متولي لعيب بالدبر اكتر، يطلع بالكوره ويستنى لكن في المطاردات اعتقد ان محمود متولي بيعمل مشاكل. وهنا استنادا لمباراه سان داونز اللي هنا تحديدا، بيراميدز شبيه شويه بسان داونز في مدرسه الخروج بالكره، وهو محافظ على دي رغم اختلاف في الشكل الرقمي من 4 3 3 ايهاب جلال، 4 3 3 تاكيس جونياس، ل 4 2 3 1 باتشيكو، لكن الاستراتيجي واحده. بيلعب كره من تحت وبيطلع بسامي وبيطلع بعلي جبر او اسامه جلال، الاثنين قلبين الدفاع، عنده بلاتي توري، عنده وليد الكارتي، عنده استراتيجي ثابته. الفرق اللي بتطلع بالكره بشكل كويس شويه بتتعب الاهلي، لان الاهلي مع كولر عنده ضغط جنوني، بيضغط بكل اللعيبه باستثناء مباراة او اتنين للصدفة كانت منهم واحدة قدام بيراميدز في الدوري، التلاتة صفر لعب تحت الكورة، ومباراة الرجاء الاخيرة لعب تحت الكورة، بس في الطبيعي كولر بيروح يضغط بيحرج